عسلامة عسلامة ومرحبا بكم الناس اللي تتبع فينا اي سورتو الناس الاوفياء البرنامج اولاد الكوجينة سبيسيال رمضان في موسمه الثالث. ان شاء الله يا ربي كنا خفيف ظل عليكم طيلة شهر رمضان وكالعادة والعوادرة ورمضان مازال ما فيش هذاك علاش احنا مازلنا مكملين معاكم بلي غوسيت المزيانين برشا مع شيف بليغ. شيف ايمان شنو احوالك؟ سافا لاباس؟ الحمد لله يا ربي سافا في فورما فرحانين برمضان قريب يوفى بالعيد باش يجي والصيف توا داخل وانت شايف شنو احوالك؟ والله الحمد لله اليوم انت لابسه بالنوار وانا بالبلون دونك نواري بلون باش نعملوا حاجه قديمه باش نعملوا سوب شوربه فريك بالكعابر وباش نعملوا كان اللوني صوص طومات فارسي بالبولي وبالقوطه وبالجبن وباش نعملوا زاده الاسكالوب على كريم على الطريقه الهنديه غصت جديده هذه اي خاطر طلبوها مني وبعثوا لي دي ميساج قالوا لي رانا جربناها هكا وهكا شيف كانت نجم اعملوها دونك عملتها اليوم بونيس على خاطركم انتم هي باش شيف لي ديسير شيف بالنسبه للديسير باش نعملوا جاتو وشوكولا من عند فانواس داكا باش نبداو شيف باه اول حاجه باش نبداو بالسوب نتاعنا دونك باش ناخذوا المعون نتاعنا نتاع او ام اس كما العاده داكا دونك اليوم باش نطيبوا الشوربه فريك الشوربه فريك نتاعنا باش نحطوا الزيت هكا وباش نحط النعناع الشايح من الاول يتقلى ونجمو نحطوا زيت كليل خاطر بالكعابر وكل شيء باش نحط المعدنوس باهي وباش نحط بيان سور الهروس نتاع بيده المفوح وحاضر والموزوز بيان سور وباش نحط الطومات دوبل كونسونتري نتاع بيده اللي بيان سور النيفو نتاع القروسيه نتاعها شيف بليغ طايح برشا دونك تقعد برشا وقت اقل من اللي طومات الاخرين باش تطيب لنا الماكله. شيف فما استوس اللي نحطوا النعناع من الاول خاطر برشا عباد نتصور يتبعوا فينا ديما يهرشوا النعناع من الاخر دو بريفيرونس نحطوا النعناع كي يبدا شايح ما نحطوهش كي يبدا فريشك معناه مازال اخضر مونتولي وقتها ويسيب مراره في الصوص. دونك ما نقليوش ايمان كيما تعرف الطماطم ديريكتومون نزيدوها شويه الماء وما نقليوش الكعابر زاده باش ما يتفترشوا الناش احنا الكعابر نتاعنا اليوم باللحم البقري رحيناهم دو فوا وفوحناهم بملح وفلفل اكحل وشويه تابل وحاطين لهم الثوم والبصل المرحي بيان سور باش نحطوا الكعبرات نتاعنا. داكور دونك ما نقليهمش شيف ما نقليهمش ديريكتومون باش ياخذوا الشوك نتاع النار يتغلفوا هكاكا وما عادش يتيبوا من داخل. باهي انا تويكا باش نحط الحمص بويسك اللحم تاعنا مفوح دونك وزدنا حاطين الهروس نتاع بيده دونك مانيش باش نفوح ياسر جوست شويه ملح معناتها دو باز فوالا شويه ملح شويه ملح شويه فلفل اكحل كالعاده والعوين. شويه ملح فلفل اكحل شويه فلفل احمر دونك ايمان مازالوا ايامات قبل العيد بديت شي تحضر في روحك احنا يظهر لي شايف ديجا مع اللي تبعوا فينا كان بالحق يتبعوا فينا بالبيه كل يوم ديجا شايف احنا حضرنا لهم برشا حاجات للعيد وبيان سور مازلنا متواصلين في لي غوسيت نتاع الحلو هكاك شايف يظهر لي في الحلقات الاخرانيين الكل في رمضان شيخناكم بلي غوسيت البنين برشا نتاع الحلو دونك تلقاو ما تحضروا في اخر رمضان. اي باش نخلي الصوص نتاعي تشد روحها هكا باش يسيبك اللحم مفروم المطعم نتاعو انتخ تون باش نفوح الاسكالوب اعطيني صحن من غادي نتاع هميله. تفضل شايف باهي باش ناخذ عظمه باش نحط لها ملح وفلفل اكحل دونك هو الاسكالوب لا كريم كيما تعرف الناس الكل جوست نسوتيوه من بعد نعملوا به الديبار نتاع الصوص. احنا على المره هذه باش نقليوه باش نعملوه باني على الطريقه الهنديه باش نحطوا شويه ملح داكا وباش نحطوا شويه كركم وكانت نجم تزيد تمرق لي شويه السوب نتاعنا باش نزيد نحط شويه فلفل احمر عملناها العظمه ايبيسي بالكدا بيان سور شيف ديما نعرفوا معناتها الماكله الهندويه سورتو فيها برشا فيها برشا لي زيبيس يفوحوا برشا فوالا دونك هكايا باش
دونك هذا شاش باش نحطو في وسط الاسكالوب. شنو خلينا نحطو في وسط الاسكالوب ودو بريفيرونس نحطوها كان صيف ساعة ونغطيوه باش يشرب الاسكالوب لفاح بالكدا. خذيت سوبريم دو بولي شرحته كيما هكا دونك حطيته هكايا. فوالا باش نقلبو وباش نحطوه في الفريجيدير يمان يبرد ويشرب لفاح بالكدا. اللحم بدا يصيب في المطعم تاعو باش نزيد تروازيام مويمون ونخليوه يطيب في عقله. داكوغ دونك شايف شنو قاعد لنا توا؟ باهي توا هيك باش نبداو في الكان اللوني نتاعنا. دونك أول حاجة باش ناخو السلادير نتاعي باش نحط الاسكالوب بعد ما رحيتو رحيتو برشا مرات باش يولي ارطب وكل شيء. دونك بيان سور في الكانيلوني فما برشا عباد ساعات يطيبوه الاسكالوب وهو ديجا لا لا فوالا نحن باش نعملوها فارسي كعبة الكانيلوني وباش نحطوها في وسطها الفارس هذا ومن الفوق باش نعملو الصوص طومات. دونك اخترت القوطة نتاع قيصر. داكوغ باش نحطو مغيرفة وبيان سور باش ناخذو الفروماج نتاع خزيدون أليمونتال اللي بالحق شاف يبنن برشا برشا برشا. اوكي انت باش تحط على كيف كمان تفضل. داكوغ دونك ديما شاف يظلي انا تعرفني نشخشخها برشا بالجبونات هذاك علاش يظلي شاف بليغ عامل عليا باش نحط جبن. اون بلوس شاف ديما في لي بات ولا في الطاجين ولا في لي غراتان على قد ما تزيد جبن على بيان سور. اون بلوس شاف احنا عندنا بريزيدون بدلتنا ديجا اس اشي غوفيرمابل دونك نعاودوا نسكروه مره اخرى نعاودوا نستحضروا عليه في الفريجيدير. باش نحط شويه معدنوس زاده باش نعطيو كولوراسيون للفارس نتاعنا. وباش نحركوه بالكدا ديني ولينا كي العجينه. دونك باش زيدني شويه زيت يمان. فوالا وباش تفوحوا انت اليوم الفارس نتاعنا. دونك شاف اللفاح دو باز نتاعنا ملح فلفل اكحل. شنو اخر شاف؟ ملح فلفل اكحل وشويه فلفل احمر بابريكا. داكوغ انا اليوم اخترت الكانيلوني نتاع ورده. فوالا يعطيك الصحه. انت شايف بالحق الغوسات سهله برشا ما تتطلبش زياده برشا وقت جوست ديما راهو نفوحوا كل حاجه وحدها حتى الصوص طومات اللي باش نعملوها وحدها. داكوغ دونك شايف توا قعدنا باش نحضروا الكانيلوني نتاعنا أيه. وبيان سور شايف مازال لنا زياده الصوص بشاميل. دونك الكانيلوني كي باش نفارسيوها ناخذوا ايكونوم هكايا نبداو نحطوا في الفارس بشويه بشويه هكا دوسمون. وبيان سور شيف اللي تبعوا فينا حتى كان في الدار دونك ينجموا معناتها يغسلوا يديهم مليح مليح ويفرسيوها بيديهم ما فيها حتى شيء باش هكاكا معناتها ما تشدش الحكايه برشا وقت. شايف يظلي احنا مازال لنا باش نكملوا الكانيلوني وباش نزيدوا زاده الصوص بشاميل. شايف شنو مستحق الصوص بشاميل؟ الصوص بشاميل اليوم باش نعملها اما فاسون باش ما تجيش عاقده خاطر باش نعملوا صوص طومات وكل شيء. دونك باش نعملوا الصوص نتاعنا بالكريم سوبيريور ليكيد. داكوغ شنو نستحقوا شايف؟ دونك باش ناخذ الكسرونه نتاعي نتاع او ام اس باش نحطوا شويه زيت. باه وباش نحط المعدنوس وباش نحط النعناع الشايح. دونك ماهيش صوص بشاميل هذيك لوردينير نتاعنا سي اون صوص بلانش. داكوغ فاوحه بالكدا تويكا باش نحط الكريم سوبيريور ليكيد نتاع ديليس.
وبيان سور شيف ديما ديليس مدلتنا بالكريم سوبيريور الكريم ليكيد الكريم فريش قام كبيره برشا برشا وبيان سور زاد في الحليب زاد مدلتنا بلي 3 غام في الحليب دونك لي اونتي 0% ماتير غراس والبيان سور الدمي اكريمي دونك شيف يظهر لي ديليس مدلتنا في الحلو في الملح دونك ايمان انت باش تحط جبن تاويك وتقليها بالصوص لو طون اللي انا نكمل انفرسي الكانلوني نتاعي فوالا دونك شيف ديما تو سكي كانيلوني لي لازانيا الكل معناتها يحبوا برشا الجبونات بصفه عامه فوالا دونك نحركوا شيف الصوص نتاعنا دونك نسنيو حتى تعقد شويه فوالا جوست نقصوا شويه في الغاز ايمان باش الجبن يذوب في عقله فوالا ونكملوا نفرسيو الكانيلوني نتاعنا دونك شيف الصوص شنو قاعد ناقصها تو الصوص سي بون جوست تعطيها شويه اسيزونمون ملح فلفل اكحل داكا ديجا فيها وحب النعناع الشايح فوالا دونك شيف باش نزيدو زاد صوص صوص روج لل بيان سور صوص طوماط داكوغ دونك الكانيلوني نتاعنا اليوم فيها الصوص دونك البلانش اللي باش نحضروها بيان سور هذيك الديكوراسيون زاد مدفوخ باش نسيب المطعم البنين نتاع نتاع الجبن نتاعنا نتاع بريزيدون مازلنا بيان سور توا باش نحضروا الصوص روج نتاع الكانيلوني وبالطبيعه مازال الديسير دونك اقعدوا معنا وما تمشيوش لبعيد باش نخرجوا اشهار ونرجعوا لكم